حملت ناس كتار وكنت رمز العار، كنت انت القصاص وصرت رمز الخلاص. لما حملك البار صليب اللي كنت عنوان موتي، كنت بعيني رمز الخطيه، صرت الهويه لكل الابرار. احبائي المشاهدين، الله معكم. اليوم بدي اتامل انا وياكم بخلاص العالم بصليب يسوع المسيح، كونه هو الاساس بسر الزواج، كونه هو الأساس وحجر الزاوية بزواج كل كوبل بحب بعضه، كل رجل وامرأة بحبوا بعضه. أحبائي، منذ التكوين الله خلق الإنسان وقال له لآدم وحواء انميا واكسرا واملأ الأرض، أعطيهم القدرة على الإنجاب وعلى التكاثر، وأنه عليهم انه يملوا الارض، لانه فرحة الله وفرحة قلبه انه الناس ينجبوا ونجيب اولاد لله. ولكن الله شاء هذا الشيء بفعل طبيعي. يسوع بالعهد الجديد اخذ هذا الفعل ورفعه لمرتبة سر، واكدوا انه وثبته كسر الزواج تيكون سر خلاصي لخلاص المؤمنين اللي عم بيحققوا زواجهم وحبهم بقلب الكنيسة وبقلب العالم. أحبائي، سر الزواج منه مفصول عن سر ذبيحة يسوع على الصليب، منه سر الزواج مفصول عن صليب المسيح، بل الصليب هو بعمق سر الزواج. وقت مار بولس بيقلنا إنه أيها الأزواج أحبوا نساءكم كما أحب المسيح كنيسته، على الصليب أحب وغسل بدمه، فعم بيقلنا مار بولس بطريقة تانية وغير مباشرة إنه يا أحبة، كل سر الزواج وكل سر حبكم لبعضكم البعض يتكلل بصليب يسوع المسيح وبسر حبه لكنيسته. وأكثر من هيك، القديس بولس بيشبه المسيح للعريس والكنيسة للعروس، وهيك العريس والعروس بيلاقوا معنى زواجهم ومعنى حياتهم وتضحياتهم ببناء العائلة وبناء الأبناء وإنجاب البنين وتحقيق سر السعادة مع بعضهم البعض وإنجاب البنين وتربيتهم وتحقيق خلاص الرب، إنه نجعل من كل عائلة كنيسة صغيرة بيتية. كل هذا بيتحقق وتحقق من خلال صليب يسوع المسيح، صليب الخلاص. أحبائي، بالصليب بيظهر سر الزواج وبيتجلى بكل مفاهيمه وبكل أبعاده، لأنه كل خلاص الله وموته على الصليب حبا فينا، الله هيدي القوة الخلاصية كلها بيجي بيسكبها بقلب المتزوجين قدام سر الزواج، قدام مذبح الرب. بيعطيهم السلطان تيكونوا أم وبي، بيعطيهم السلطان الإلهي وبيرفعهم. أيها الرب وإلهنا، بالمجد كرامتك للهما وعلى أعمال يديك صلتهما. ليكو شو حلوة هيدي، من المزمور مش من عندي أحبة. الله بيسلط الإنسان على أعماله، خاصة بسر الزواج حيث هناك حين تبنى العائلة. أحبائي، يا ريت فينا نعرف قد ايه يسوع بحب العائلة وقد ايه مستقبل العالم كله بمر بالعائلة، وانه اذا انهارت العيله يعني انهار العالم، واذا اظلمت العيله اظلم العالم، واذا انهارت العيله ما عاد عنا بشريه. احبائي، بابا يوحنا بولس الثاني هالقديس الكبير سمى حاله بابا العيله، لانه فهم وعرف قد ايه العيله اساسيه بحياه الانسان، وما في انما بانسانيتي من دون عيله، وما في عائلة من دون صليب يسوع المسيح. وأحبائي، بدي أقول لكم شيء من خلال خبرتي الصغيرة
وانتو بتعرفوها، انه اذا عم نشوف هالقد عيال عم تنهار، اذا عم نشوف هالقد كوبلات عم تبعد عن بعضها، اذا منشوف هالقد تفكك اسري، اذا هالقد منشوف عيال عم تعيش المعاناة بعيد عن طريق الرب، اذا منشوف عيال عم تتمرمغ وعم بتغوص بلجة الوجع والتخلي والحرمان والتفكك، ولاد عم بيعيشوا من دون اهل واهل من دون ولادهم، باكد لكم احبائي السبب الوحيد والاول، السبب الاول انه عم نبعد عن صليب يسوع المسيح، عم نبعد عن خلاص، عم نبعد عن حبه، عم نبعد عن انه هو يكون الحجر الزاويه بحياتنا. صليب يسوع هو اساس زواجنا، هو الاخر اللي بدي احمله كصليب. بدي اخبركم خبريه احبائي اختم فيها، بضيعة يوغوسلافية حد ميديغوريه بيخبره انه هيدي الضيعة ما فيها ولا حالة طلاق. وكان السؤال الكبير والتعجب والاندهاش، كيف ممكن؟ ولكن رجع انه في تقليد عند هيدا الشعب او عند هيدي الجماعة، عند هول الناس، انه وقت يتجوزوا بيقفوا قدام الكاهن وبيحمل الكاهن الصليب، وبقلوا للرجل هيدي اللي عم تتجوزها هيدي صليبك بدك وانت هيدا صليبك، واتنينتكم تكون تحملوا هيدا الصليب حبا باللي حمل صليبه لأجلكم. فأحبائي عم بختصر القصة تقول انه اذا ما اقتنعنا انه نحن بالزواج نحن مدعوين إلى حمل الصليب كل يوم تنتبع يسوع مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. وأنا بعرف قديش كتيرة وقديش صعبة، وأنا بعرف أنه بقدرتنا البشرية مستحيل، ولكن معه هو المستحيل بيصير ممكن لبناء عيالنا، عيال بتحب يسوع المسيح وبتشهد له، بتعانق صليب يسوع وبتشهد له. آمين. حملت ناس كتار وكنت رمز العار، كنت انت القصاص وصرت رمز الخلاص، لما حملك البار صليب اللي كنت عنوان موتي، كنت بعيني رمز الخطيئة، صرت الهوية لكل الأبرار.